في وسط ما الناس كلها بتتكلم عن المتحور الجديد بتاع فيروس كورونا، خرجت علينا منظمة الصحة العالمية وقالت ان في وباء جديد قد يجتاح العالم اسمه وباء اكس. المفاجأة ان هذا الوباء مش وباء حقيقي، انما وباء افتراضي، ودي يعني حاجة غريبة جدا، انا اول مرة اسمع عنها. وباء افتراضي، وبيتم كمان دول العالم كلها بتستعد لمجابهة هذا الوباء. يمكن من الخضة اللي اتخضناها لما حصل وباء كورونا، ومن التداعيات يمكن الصحية والاقتصادية على كافة القطاعات، خليني أقول يعني في الوقت ده كل القطاعات تقريبا كانت على صدد الانهيار. فممكن العالم دلوقتي يعني بيحاول أنه يجهز نفسه لو حصل حاجة تاني زي ده، إيه اللي هيحصل؟ يعني لو حصل وباء تاني زي وباء كورونا، إيه اللي ممكن، أو إزاي العالم ممكن يستعد ليه؟ على كل حال إحنا معلوماتنا عن الموضوع ده بسيطة، لكن هنكلم الخبير بقى اللي معانا عبر الزوم دلوقتي، دكتور حازم غنيم، أستاذ مساعد قسم الأمراض المعدية والمناعة، كلية الطب جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك. صباح الخير أستاذ حسنت، أهلا وسهلا أستاذ محمد. صباح النور يا فندم. إحنا فاهمين صح إنه أكس ده دايما بيبقى بينطلق على الحاجة المجهولة أو المش معروف، إيه هو وباء أكس اللي بيخطط العالم لمواجهته، وليه في تحذيرات من الوباء ده؟ هل العالم دلوقتي بيفترض لو حصل حاجة زي كورونا مرة تانية هنتعامل معها إزاي، ولا في أصلا يمكن معلومات عن إمكانية حدوث مثل هذا الوباء في المستقبل القريب؟ هو زي ما حضرتك ذكرتي إن وباء إكس هو مجرد بس وباء افتراضي منظمة الصحة العالمية أضافته إلى قائمة أهم الأمراض المعدية ذات الأولوية القصوى بغرض التجهيز لمكافحتها قبل ظهورها. خلينا بس نرجع بالزمن ورا لسنة 2014 لما ظهر وباء فيروس إيبولا، لو فاكرينه، اللي ظهر في غرب أفريقيا وكان طبعا قاتل في الوقت دوت. وده تقريبا برضه في نفس الوقت اللي ظهر فيه فيروس ميرس أو متلازمة الجهاز التنفسي في الشرق الأوسط. وقتها انتبهت منظمة الصحة العالمية لخطورة ظهور فيروسات جديدة ممكن تهدد البشرية أو ممكن تعمل أوبئة خطيرة في العالم. وبالفعل من حوالي 6 سنين أضافوا فيروس إكس أو المرض اللي هم سموه مرض إكس لقائمة الأولويات كشيء مجهول ممكن نواجهه في أي لحظة، ويجب التفكير في إعداد وسائل سريعة لتشخيصه وخطط لكيفية عمل لقاحات مضادة له أو ابتكار أدوية للعلاج منه بشكل سريع. يعني هي كانت مجرد بس يعني عصف ذهني إن إحنا نحاول نعمل خطة شاملة لمواجهة وباء محتمل ممكن يحصل في أي لحظة. ايوه، لكن الوباء ده احنا ما عندناش اي معلومات عنه، فبالتالي هنستعد صحيح. لمواجهته ازاي؟ يعني مثلا فيروس كورونا احنا عارفين ان هو بيصيب مثلا الجهاز التنفسي فممكن نستعد، انما ده احنا ما فيش اي معلومه عنه، فازاي الاستعدادات بتكون؟ ده سؤال طبعا مهم جدا جدا، هو ده يعني اصعب نقطه في الموضوع، وهل نتوقع ان الوباء ده يكون زي كورونا او لا؟ طبعا ما حدش يقدر يعرف ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل. لكن لو اتكلمنا عن فيروس كورونا، اول ما ظهر كان بالفعل خطير، لكن مع الوقت مرور انتشاره بين البشر بدأ البشر يكتسبوا مناعة ضده، وده يقلل من حدة المرض أو من خطورته. الوسيلة اللي هم بيحاولوا يفكروا فيها على مستوى منظمة الصحة العالمية إزاي إن إحنا نستفاد من الدروس اللي إحنا اتعلمناها من جائحة الكورونا بحيث إن إحنا نتبعها في أي ظهور جديد في المستقبل. ببساطة شديدة جدا لو اتكلمنا عن أهم حاجة وهي اللقاحات اللي تدي مناعة أو بتقينا من الأمراض أو تقينا من الفيروسات. أهم طبعا نتيجة للي احنا اتعلمناه من جائحة الكورونا هي ظهور تكنولوجيا جديدة لتطوير لقاحات فعالة بشكل سريع عن زمان قبل كده، ودوت بالتحديد تكنولوجيا الـ mRNA أو اللي هي المادة الوراثية للفيروس. ببساطة جدا 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 مجرد ما يظهر فيروس جديد، مجرد بس إن احنا نعرف الشفرة الوراثية للفيروس دوت ممكن بسهولة إن احنا نعمل ديزاين أو نبتكر لقاح بناء على هذه المادة الوراثية بشكل أسرع بكتير عن زمان. فدي تعتبر أهم نتيجة اللي احنا اتعلمناها من الكورونا ممكن تطبق على أي فيروس في المستقبل، مش شرط إن احنا يعني نحدد الفيروس قبلها. الحاجة التانية برضو الاختبارات، نفس الفكرة، أنت لو عرفت الشفرة الوراثية لأي فيروس جديد هيظهر تقدر تعمل برضو ليه اختبار بنفس الطريقة اللي اتعمل للكورونا. فهي دي الفكرة كلها، إن احنا إزاي نعتمد على الدروس اللي احنا اتعلمناها بحيث إن احنا نطبقها بشكل فعال وبشكل أكثر فعالية. الحاجة الأخرى اللي هي يمكن منظمة الصحة العالمية ذكرتها في منتدى الاقتصاد العالمي مؤخرا، لسه جاست بس امبارح أو يمكن النهاردة بتوقيت أمريكا، إن احنا بدل ما نوجه الأبحاث ناحية فيروس بالتحديد فيروس معين، الأفضل اللي احنا ندرس عائلة الفيروسات اللي تشمل الفيروس دوت زائد إخواته من الفيروسات الأخرى.
بحيث ان احنا لو عملنا لقاح نعمل لقاح يقدر يدينا وقايه مش بس من الفيروس المحدد الفلاني، لكن لكل العائله، لان الفيروسات تشبه بعضها البعض في بعض الامور. طبعا كل عائله، بتكلم عن كل عائله منها، وده يعتبر يعني طريقه جديده او طريقه مختلفه للتفكير من ناحيه ان انت ازاي اما توجه فلوس او ابحاث تخليها مور يعني واكثر تركيزا على العائله بدل من تركيزا على فيروس محدد بالتحديد. يعني ده عن طريق الشفرة الوراثية أو فك الشفرة الوراثية للفيروس أو دراسة الفيروسات عامة، ودي حاجة مهمة جدا إن احنا طالما يعني بقى الموضوع أسرع بكتير من الأول، لأنه كان دايما هي المشكلة فين؟ اللقاح، إنه اللقاح بياخد وقت كبير قوي، يمكن ده اللي كانوا دايما بيتكلموا عنه في بداية فيروس كورونا، إن احنا نعمل لقاح دي مشكلة كبيرة وهياخد وقت طويل، لكن العلماء طبعا عملوا لقاح بشكل سريع شوية. لكن النهارده ده احنا بنشوف ازاي ممكن نستعد للفيروس عن طريق ان احنا ندرس الفيروس ونفك لما يظهر نفك الشفره الوراثيه ليه. استعدادات بقى انظمه الرعايه الصحيه، هل في النهارده حاجه مختلفه يمكن ابتدت الدول ان هي تتبناها؟ لان شفنا بعض الدول القطاع الصحي فيها انهار تماما بسبب فيروس كورونا، هل النهارده في مجابهات مختلفه ابتدت الدول او خطوات مختلفه ابتدت الدول تاخدها في حال ظهر فيروس جديد، خطوات مختلفه مثلا مثلا تشمل والله الرعاية دي نقطة الصحية مهمة. بالتحديد؟ نعم يعني دي نقطة فعلا في غاية الأهمية، وأشكر حضرتك جدا على السؤال دوت. وهي مناقشة كيفية إعداد أنظمة الرعاية الصحية لمواجهة وباء أكثر خطورة من الكورونا. ده بصراحة يشمل نقاط عديدة جدا، ممكن يعني الوقت لا يسمح لذكرها، لكن ممكن بس نغطي من أهمها هو تدريب الأطقم الطبية بشكل أفضل على مكافحة الأوبئة. ودوت يعني للأسف الشديد مش نقطة يعني بتدرس بشكل كبير في كليات الطب او في الانظمه الصحيه، فدي مهمه جدا جدا، هي تدريب الاطقم الطبيه، لان دي اول خط دفاع اثناء ظهور الاوبئه. دي نقطه. النقطه الثانيه طبعا زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتيها، هي وضع خطط طوارئ لكيفيه زياده سعه النظام الصحي لاستقبال مرضى اكثر في وقت الوباء المحتمل. يعني حضرتك اكيد فاكره طبعا اثناء بدايه جائحه الكورونا في مرضى كتير يعني للاسف ماتوا في الاول بسبب عدم توفر الرعايه الصحيه في بعض الدول، وده طبعا بسبب الاوفرلود او الضغط الشديد على المستشفيات باكثر من طاقتها الاستيعابيه. فلازم يكون في خطه طوارئ موجوده، ازاي لو لا قدر الله حصل مثلا يعني بدل ما احنا عندنا 1000 مريض بيدخل في المنطقه ديت او في المستشفى ديت، ازاي احنا نسعى ل 10,000 مريض. فلازم يكون في خطه لمستشفيات بديله، لاماكن بديله. طبعا يعني انا بتكلم بمنتهى البساطه، لكن الموضوع يعني موضوع عميق ومحتاج يعني إذن تضافر نقدر نقول لجهود يا دكتور إن هو مختلفة تحذير على مسبق مستوى من الحكومات منظمة وعلى مستوى الصحة الدول. العالمية وتوجيه للأنظمة الصحية في العالم كله إنها تكون على أهبة الاستعداد لا قدر الله في حال انتشار أي فيروس أو وباء جديد. لكن السؤال هنا، هل الموضوع له علاقة من قريب أو بعيد بالبزنس، بالتجارة، بالشركات المصنعة للأدوية أو اللقاحات؟ إحنا هننشر في العالم كله إن احتمال يكون في وباء ينتشر في العالم كله، فنبتدي نستعد، نبتدي نطلع أدوية جديدة، هل الموضوع له علاقة بالبزنس؟ والله بيزنس الأدوية واللقاحات ده أكيد طبعا موجود، وزي الحكمة ما بتقول مصائب قوم عند قوم فوائده. يعني بلا شك أما تنشط الأوبئة أو يظهر أوقات الأوبئة، بيزنس اللقاحات والأدوية بينشط، ده شيء طبيعي ومعروف منذ قديم بس الأزل. ده مفهوم لما هي يكون في المشكلة فيروس كلها في إيه؟ بالفعل منتشر، لما يكون في وباء بالفعل منتشر، لكن ما يكونش في تحذير من احتمالية وجود وباء. هي النقطة كلها هنا إن الغرض منها هي وضع خطة تكون جاهزة وبتحمل برضو تضافر ما بين الحكومات المختلفة، بحيث إن الخطة ديت يتم تنفيذها بشكل سريع وتشمل عدالة في توزيع اللقاحات. يعني لو احنا افتكرنا بداية ظهور لقاحات الكورونا، طبعا الدول الغنية بدأت تتسابق في شراء اللقاحات ديت، بينما الدول الفقيرة أو النامية بقت هي في آخر القائمة. صحيح. فهي لازم تكون منظمة الصحة العالمية تأخذ قرار أو تأخذ يعني دور قيادي شوية في توزيع عادل للقاحات ديت. أظن دوت هو ده الأساس. الحاجة التانية هي الأبحاث، توجيه الأبحاث بشكل أفضل إنها تشمل يعني فيروسات متنوعة وليس فيروس بالتحديد. هو في بس نقطة عايز أذكرها، إن الموضوع مش بيزنس ومثلا في نظريات مؤامرة والشركة ممكن تعمل فيروس والكلام ده، لا. هي ببساطة شديدة جدا جدا في علم الفيروسات، في فيروسات من عائلة بيسموها ار ان ايه فيروس أو المادة الوراثية من النوع الار ان ايه. الفيروسات ديت مشكلتها الكبرى إن هي هدف متحرك لجهاز المناعة، وبسبب ان هي بتعمل طفرات سريعه زي انفلونزا وزي الكورونا او الكوفيد، هي كل شويه بتغير شكلها.
وبالتالي كان عندنا مناعة زمان للكورونا بتاعت 2020 أو 2021، بس جاني المرة التانية برضه. السبب هو الطفرات اللي بتحصل بتغير طيب شكلها، هم فبتهرب من الجهاز بيتكلموا كمان المناعي يا فندم وبضطر عن إن إحنا متحور ناخد تطعيم اسمه، تاني ونجيب وقاية أخرى. متحور اسمه XBB 5.1، اختلافه ما بين الفيروس اكس اللي هم بيحضروا له ايه، هل هو متحور من فيروس اكس افتراضي كمان بيحاولوا يجهزوا له، كلمنا اكتر عنه. هو الفيريانت او اللي هو السلاله او الطفره اللي ظهرت زي حاجه ذكرتيها اكس بي بي 5.1 دي، فعلا ظهرت من حوالي تقريبا سنه وانتشرت على مستوى العالم، يعني ده ما موجود تختلفش بالفعل. كتير. هو موجود بالفعل ده على فكره، ده في يعني متحور ظهر جديد مؤخرا اسمه جي ان 1، اتكلمنا عنه جي ودوت ان 1، اتكلمنا يعني عنه في اشد. بداية الحلقة. دوت متحور اكثر انتشارا، لان لقوا ان في طفرات اكثر بكتير جدا من قبل كده، ويمكن هو دوت اللي هياخد الليد او هياخد يعني الانتشار على مستوى العالم برضو. هل هي الاعراض مختلفه عن اللي قبله؟ لا، الاعراض مشابهه جدا ليه في جدا، نفس متحورات الفكره احنا اللي هو بنركز عليها عن متحورات تانية؟ يعني ليه كل فترة احنا بنطلع نتكلم عن في متحور من كورونا جامد جدا، خلوا بالكم ابتدى يتنقل للناس، العدوى منه صعبة، الدور لما بيجي للناس بيبقى الموضوع، وفعلا جي ان وان ده صعب جدا، يعني بعض الدول حصل فيها نعم. حالات وفاة، فليه دايما في متحور كده بيطلع كل فترة يقولك ده الجامد، يعني ده خلي بالكم منه. هو النقطة كلها زي ما ذكرنا في الأول خالص، إن فك الشفرة الوراثية بيساعدنا إن إحنا نعرف المدى التغيرات اللي حصلت في الفيروس دوت، والمتحورات اللي هي بتاخد يعني تغطية عالمية كبيرة هي المتحورات اللي حصل فيها طفرات أكبر بكتير من قبل كده، وبالتالي بتهرب بالمناعة بشكل أكبر، وبالتالي تنتشر أكتر بين البشر. هي دي كلها المشكلة، إن هي أكثر انتشارا عن المتحورات السابقه. يعني هي للاسف يعني الانفلونزا مثلا موجوده بين البشر يعني بقى لها يمكن اكتر من 600 سنه او 700 سنه، والكورونا قاعد معانا للاسف الشديد، يعني ما اقدرش الله ان هو هيختفي في يوم من الايام، بس الحمد لله من رحمه ربنا ان الفيروسات مع الوقت بتقل حدتها شويه. يعني الكورونا كان بيموت الناس بنسبه اكبر شويه زمان من 3 سنين تقريبا، دلوقتي الموضوع اقل بسبب ان احنا اغلب البشر عندها بعض من المناعه. اي نعم، المناعه دي مش كافيه ان احنا تحمينا من المتحورات الجديده، بس بتدي بعض المناعه في الرئه مثلا تحمينا من الالتهاب الرئوي وهكذا، يعني غير طبعا التشخيص المبكر يعني بسبب الناس او الدكاتره بقت عارفه اكتر الفيروسات ديت. فهي يعني هدف متحرك زي ما احنا ذكرنا، والموضوع يعني مستمر معانا شويه، بس يعني الاعداد على مستوى الحكومات وعلى مستوى الصحه العالميه ضروري جدا جدا لمواجهه اي متحور او اي فيروس ممكن يظهر أكيد في الاستعداد المستقبل. مهم جدا لأي حاجة جاية في المستقبل، لأن احنا شفنا يعني لما تفاجئنا بفيروس زي فيروس كورونا العالم كله حصل فيه إيه، بعض القطاعات الصحية وأنظمة الرعاية الصحية انهارت تماما في بعض الدول. الحمد لله إن احنا كان عندنا في مصر هنا الوعي الكافي إن احنا نجابه هذا الفيروس، وانتشار مستشفيات العزل يمكن اللي ساعدت ناس كتيرة قوي على تخطي هذه المحنة. كل الشكر ليك دكتور حازم غنيم، أستاذ مساعد قسم الأمراض المعدية والمناعة كلية الطب جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة، بنشكرك.